السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة وبرنامج خليك في البيت، برنامج يومي عبر فضائية الشروق، نتناول فيه كل ما يتعلق بالكورونا من مستجدات لأرقام جديدة وحالات جديدة، وكل ما يتعلق بها أيضا من النواحي الطبية، أصحاب الأمراض المزمنة وغيره من السلوكيات أيضا الاجتماعية ممكن تأثر تأثير مباشر وسلبي على انتشار هذا الفيروس بشكل أكبر. تقرير يوم السبت طلع، اللي هو 16 مايو، طلع بالأمس، ظهرت فيه 302 حالة، منهم 3 وفيات و25 حالة شفاء. 302 حالة، منهم 235 حالة هم من الخرطوم فقط. فترة طويلة كنا الأرقام ما بتقل من 100 أو 150، وتفائلنا خير إنه ممكن تصل لأقل من كده، ولكن قفزنا لل 300 على يومين على التوالي، اليوم اللي قبله 325 والسبت 302 حالة. الإجمالي وصلنا لعدد 2591 حالة إصابة في السودان منذ بداية الجائحة أو جائحة الكورونا، 105 حالة وفاة، ربنا يرحمنا إن شاء الله، و 247 هم المتعافين. نسأل الله السلامة وإن شاء الله ربنا يبعد المرض. والرقم صراحة مخيف، الأرقام عموما أصبحت مخيفة، ودي حاجة بتخلينا شوية نعيد حساباتنا في كثير من الممارسات الاجتماعية اللي احنا بنقوم بها في الحياة، وربنا يكتب السلامة للجميع. نشوف عمل درامي مع بعض بالتأكيد عنده علاقة مباشرة بالكورونا والتوعية بها ورسائل مهمة جدا من خلاله، نطلع نشاهده مع بعض. يا تودا يا تودا، انت ما تسلم علي انا كبسور؟ لا معليش، يعني بدي اجراءات. اجراءات علي انا تخاصمني؟ والله اجراءات دي نظام اجراءات صحيه كده. صحيه؟ هاي والله انا بالحقيقه بس جيتك هنا بخصوص شنو؟ كورونا. كورونا؟ هاي ساكن هنا؟ لا مرض كورونا ده مرض. مرض؟ هاي اعوذ بالله من الامراض. نظام مرض كورونا ده يا دعيتر مرض بيزك الجهاز التنفسي. جهاز تنفس حق الانسان؟ حق الانسان. ايوه النفس. اها اي اها بيجيك بشكل شنو؟ حمى، صداع، وشنو؟ وبعدين قوحه شديده. ايوه هاي الثلاثه تكلموا فيه. دي علاماته؟ دي علاماته. صحيح. اي يعني انا داري المرض ده نوقف في حده ده. ايوه عشان كده كنا الناس اي يبتعدوا من التجمعات. ما نسمح للناس بالتجمع. اها بعدين تعمل تعقيم. تعقيم اليدين ده شفته بالصابون والمويه. أيوة. المعقمات تطوال شفتك انت كده. تغسل. تغسل غسيل شديد. تغسل اي الاسطح الابواب المحلات دي كلهم. الدكان ذاته نعقمه. عقم الدكان ذاته. اي زول يجي يشتري منك لازم تتاكد انه معقم. نعقم الشك وفيه الكلام ده كويس. صحيح انه ده مرض خطير. صحيح اي اها اي بعدين شنو؟ اها تلبس الكمامه. البس كمامه؟ اي يا حي يا كبسول. اي غسيل يدين عرفنا، القيمة المكان الدكان والأسطح قلت عرفناه. أي كمان كمامة نلبس كيف ده الكلام ده؟ أنت زارك كاس الدكان لازم يكون عندك كمامة وجبنتي. ما شاء الله نشكرك. أدي أديني دي دي بيستعملها زول واحد يا وهم. أنت كزول في الدكان لا هشوف جبنتي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف 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 عليك النبي. أي أصابعنا الكبار دي كلها داخلين هنا ده. أها أي ده ودي كمامة جديدة. أي يا زول دي كمامة حلاتة ما حلا. أي بيضة. هاي شو ده معقم وده ده نعقم بيه والناس. اي زول يمزح يدين وكده كده يدين ما فيها شنو؟ اي الفيروس ما فيها. انت المعلومات ذاته ممكن تلقاها في التليفون. في موبايلي؟ ايوه موبايلك ده. في موبايلي ده؟ هاي كان في سؤال كان هاي تمام. بالنسبة يعني المرض الحمد لله جابك لنا الكورونا ده. هاي كم كورونا ده كان ولا شفناك عندك في الدفتر قروش مسجلة ما جيت لي. مرحبا. سؤال ده شنو؟ والله ده نوع من الاجراءات الوقائيه دي فيروس ومرض كورونا. هو الكورونا بالله وصلتك؟ والله يا سؤال. اها شفت كيف انا جاني كبسول هنا ده وناس الحي اختاروا لي شخص نموذج. ما شاء الله تستاهل والله يا دعيتي تستاهل. قالوا صاحب اي دكان ومتجر يتعامل مع الجمهور لابد ان يكون عنده ثقافه حول عدوى ومرض الكورونا.
شفت كيف؟ أي. هذا الكورونا انتشر في كل مكان، في السودان ما عندنا غير الوقايه والتوعيه للناس. كان سلمت على زول ينتقل لك. هاي الكو اي مالك؟ هاي شنو؟ ما معقمه. اي زول ما معقم يا هبش لها هته وهته ما معقمه طوالي ينتقل له هذا الفيروس اللي اسمه كورونا، والناس اللي بتتلمع مع بعض تجمعات وكل زول يبعد من الثاني حوالي متر. اذا الزول زي ده جه جنبك وعطس لك المرض بينتقل لك. دي طرق يعني الانتقال وطرق الوقايه منها. يعني الانسان كل ما شرب له مويه الكورونا ده فيروس يتمركز في الحنجره هنا. اذا قاعد لك في حنجرتك وانت ما شربت مويه حوالي ربع ساعه نص ساعه بتلب لك وين؟ في رئتك ويدمر لك رئتك. عشان ما يتلب لك في رئتك ويدمر لك الجهاز التنفسي لازم انت تشيف ولا ما تشيف، تشرب لك علم يتلب في المعده في الماء الحامض القلبي وينتهي يموت. بشرب مويه 24 ساعه. اي سمي كلامك سمي. كذلك يعني انت تعمل حسابك منه من كل طرق الانتقال لك. شفت كيف؟ بعدين من علاماته الجسم يكون ها وعندك صداع زي بلينج بلينج صداع زي ده. المسكنات ذاتها ما تشيلها، بنادول غيره ما يشيلها. صداع ما يفكك ما يفكك كله كله، وجسمك ده يبقى هزعل وتبقى زي ده مهظلم، وعيونك ذاتها بيبقى حمر، وزي ده هنجرتك وتقول اوه 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 وتعطس. انت كده شنو؟ جات عليك علامات الكورونا. الحمد لله ما شاء الله عاد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا دعيتي. ثقافه ثقافه عاد يلا قوم اديني. لا لا لا, لا, لا اول حاجه تلقمي حتى تشتري. عاد تمام جيبي ننطقي. اها كمان الاقمتي ولا بتشتري؟ عقمني الاقمي الاقمي الاقمي. اها دايره شنو؟ قوم اديني الحاجات. قوم دايره شنو؟ دايره بصل ودايره صلصه ودايره لي ملح وكونفيت ومديني. ما شاء الله ما شاء الله. اي كل شخص معقم من حقه يشتري. عاد دكتوره دعيتر شكرا لكل الدراميين بيقوموا بدور مهم جدا وكبير جدا للتوعيه. وزي ما ختم العمل الدرامي المميز وفيه رسائل كثيره جدا بيقول لك كل شخص معقم من حقه انه يشتري. انت في الاخير لازم يكون في ضروريات للمنزل ولازم تطلع ولازم تلبي احتياجات المنزل والاسره، ولكن من حقك على نفسك ومن حق ايضا المجتمع واسرتك عليك انك تتعقم ايديك او تلبس الجوانتي او الكمامه. دي الزام لازم تكون انت لابسة وانت ماشي تشتري اذا كان من صيدلية او من دكان او من اي مكان في الزمن ما فيه حظر. من حقك تاخذ طول ما انت قايم بكل اجراءات السلامة. مهم جدا. كل التحايا لكل المميزين كبسور والدعيترو وقاموا برسائل مهمة جدا في انه من اول خطوة انه ما تسلم. لحد الان في ناس بتسلم عادي مع الظروف الحاصلة كلها ومع الأرقام الكبيرة جدا اللي نحن نسمعها والأرقام حتى على المستوى العالمي في ارتفاع ظاهر جدا في عدد الحالات وفي أرقامها. فبالتالي محتاجين نحن نركز على نفسنا أكثر وعلى صحتنا. حنمشي برضو لجزئية مهمة جدا اللي هو الفرق ما بين الالتهاب والنزلة العادية وما بين الكورونا. كيف أنت تقدر تعرف وتفرق بينهم وكيف تقدر تقوم بالوقاية المهمة. معي عبر الهاتف دكتور محمد صديق استشاري أنف وأذن وحنجرة. دكتور محمد كل سنة وانت طيب. رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين وعليكم السلام ورحمة الله. تحية الصحة والعافية. مرحبا بك كثير يا دكتور. من البداية كان في تفرقة وفي توضيح مباشر جدا ما بين الفرق بين الالتهاب العادي وما بين الكورونا، ولكن برضو بتكون في إشكالية في التفرقة بينهم. يعني أو مرات واحد يعطس عطسة عادية فالناس خلاص بتبدأ تهاب منه جدا إنه هو عنده كورونا. كيف ممكن نقدر نفرق بينهم؟ طبعا الالتهابات بصفة عامة اللي بتصيب الجهاز التنفس العلوي فيها مسببات متعددة منها الالتهابات البكتيرية والالتهابات الفيروسية. يمكن يكون جميع الالتهابات بتاعت الجهاز التنفس العلوي بتتشابه في الأعراض والعلامات، لكن حتى درجة الأعراض والعلامات وتوزيع الأعراض والعلامات بدي إيحاء للمسبب. يعني مثلا الالتهاب ممكن يكون التهاب بكتيري، ممكن يكون التهاب فيروسي. طبعا الكورونا هي واحدة من الالتهابات الفيروسية اللي هي بتشبه الالتهابات الفيروسية في الأعراض والعلامات. في فرق في الأعراض والعلامات اللي بيحس بها المريض بين الالتهابات البكتيرية والالتهابات الفيروسية. أما الكورونا والالتهابات الفيروسية في تشابه كثير لحد ما في الأعراض والعلامات. يمكن حدة الأعراض
بتدخل فيها والعلامات بتدخل فيها عوامل مختلفة بعيدة عن الفيروس نفسه ذاته يعني. بالذات تدخل فيها مناعة المريض، بيدخل فيها العمر بتاع المريض، بيدخل فيها الأعراض الأمراض المزمنة المصاحبة، يعني مثلا زي أمراض السكر، أمراض الضغط وكده يعني. فكل ما كانت المناعة ضعيفة كل ما كانت الأعراض أكثر شدة. عموما الأعراض بتبدأ بأعراض وعلامات في الجهاز التنفس العلوي زي الاحتقان بتاع الأنف، زي الرشح بتاع الأنف، زي الآلام بتاعة الحلق. وطبعا الآلام في الحلق بالنسبة للالتهابات الفيروسية فيها علامات محددة وواصمة للالتهاب الفيروسي أكثر من الالتهاب البكتيري. العمر والوضع العام المناعي والصحي للمريض هو اللي بيحدد حدة أو شدة الأعراض أو عدمها. فعشان كده يعني ممكن تكون أعراض خفيفة وتكون أنت مصاب بكورونا، وممكن تكون أعراض شديدة متسارعة وأنت تكون مصاب بكورونا. فحدة الأعراض وشدتها في مسار المرض بتعتمد على الوضع المناعي للمريض والعمر زي ما ذكرت سابقا. نعم. طيب يا دكتور، يعني كان في حديث متداول كثير عن أنه في فيروس عموما كان في السودان يعني نهاية العام الماضي ومع بداية العام، يعني هل ممكن تكون دي فيروسات برضو يعني عندنا في الجو عموما، أو تحصل كل فترة والتانية هو ما يكون التهاب عادي وفي نفس الوقت ما الكورونا، يعني ممكن يكون في فيروس آخر؟ حقيقة فعلا يعني أول حاجة الحركة والتنقل بين المناطق المختلفة والقارات المختلفة والدول المختلفة وسرعته هي دي واحدة من الحاجات اللي زادت الأعراض أو الالتهابات الفيروسية الموجودة في السودان. يعني الحركة بتاعة المواطن السوداني بالنسبة للحركة الدولية، يتحرك برا، يتعرض انتقال لمناطق موبوءة بفيروسات معينة، سهل انتقال الفيروسات للبلد بتاعنا يعني، وحمى الله السودانيين والمواطنين وربنا يديهم الصحة والعافية. الصح حقيقة في نهاية العام السابق ظهرت بعض الأعراض بتاعة الالتهابات الفيروسية اللي كان فيها أكثر حاجة واصمة هي القحة الجافة يعني. وطبعا القحة الجافة مع الالتهابات الفيروسية، في عدة أنواع من الالتهابات الفيروسية برضو بتعمل القحة وبتعمل أعراض شبيهة بأعراض الكورونا، لكن ما أعتقد أنه يعني اللي كانت في شهر 12 أيوه هي كورونا، كانت التهابات فيروسية مختلفة الأنواع المسببة للالتهاب من ناحية فيروسية. طيب يعني أنا أول ما أعطس أحس بحمى، أنا أمشي أفحص الكورونا ولا أعتبر أنه ده التهاب وأخذ لا 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 هو شوف يعني عشان أنت تدخل أو تؤكد أنك أنت مصاب أو للمسار الصحي عشان نحدد أنه دي كورونا ولا ما كورونا، في أعراض ما بتركة للمستوى بتاع الاشتباه، وفي أعراض وفي معدل بتاع مجموعة بتاع أعراض بتدينا درجة الاشتباه. وإذا تم الاشتباه بالأعراض اللي ذكرناها قبل لأنه ده كورونا، ده بعد ذاك يمكن الواحد يعرض نفسه لواحد من المناطق بتاعة التقييم الصحي للكورونا، ودي مواقع يعني محددة ومعروفة تخليه للمواطنين، عشان بعد ذاك ممكن إذا وصلت درجة الاشتباه عدد معين من النقاط بعد ذاك الناس بتلجأ لأنها تاخذ عينه. لكن ما اي اعراض بتاعت التهاب جهاز تنفس عضوي حتى لو فيروسي تحتاج انك انت تعمل الفحص. اهم حاجه هي الوقايه، وبكرر الوقايه وبكرر برضو الوقايه، والوقايه زي ما الناس كلها عارفه والميديا نشيطه في انها تبصر الناس، التباعد الاجتماعي من الحاجات المهمه جدا جدا لتجنب الاصابه وتجنب المشاكل اللي ممكن انت تخش فيها. يعني حاجة انت بتعملها بيدك بتتجنب ضرر حتمي اذا ما عملتها، فاحسن تعملها. اي عطف، اي رشح، اي اعراض بتاعت التهاب جهاز تنفس عضوي لا تعني انه المريض مصاب بكورونا، الا اذا يعني تجمعت بعض الاعراض ورفعت المستوى للاشتباه بكورونا. الوقاية اللي هي التباعد زي ما قلت، في اشياء ممكن احنا نتناولها بتنفعنا او تمنع عموما الالتهاب العادي او الكورونا، او تكون وقايه يعني كوقايه تقلل الاصابه بالمرض.
شوف المناعه هي الوعي الاساسي من الالتهابات الفيروسيه. المناعه دائما يعني ما عندنا حاجات معينه بنصبها، لكن التغذيه المتوازنه والوضع الصحي السليم والمتابعه لكافه الامراض الحاده والمزمنه هو اللي بيحافظ لنا على المناعه. المساله بتاعت التغذيه بتدخل فيها عوامل ثانيه، لكن الناس ما تفترض على انه اذا كان انت واظبت على تناول نوع معين من الاغذيه خلاص كده معناها الحكايه انتهت وانت مناعتك بقت قويه. لكن في كل الاحوال في الالتهابات الفيروسيه التجنب لطرق العدوى والتجنب للمناطق اللي ممكن ينتقل لك بها الفيروس هي ده الحل الامثل اللي هو بيجنبك مشاكل ممكن تحصل، مشاكل صحيه كبيره. التغذيه المتوازنه، ثم التغذيه المتوازنه خليك في البيت زي ما يعني واضح للناس انه انك تكون قاعد في البيت دي اكثر وسيله ممكن تتجنب بها الاصابه. نعم. طيب في حديث انا ما اعرف دكتور محمد المفروض اسالك منه او لا، يعني في حديث على انه اصبح في يعني تحور للفيروس نفسه واصبح بيظهر عند الشخص بدون اعراض، يعني يمشي يفحص بيلقى انه هو مصاب بالكورونا ولكن ما في اعراض واضحه بشكل واضح، لو بتقدر تجيب. ايوه فعلا الفيروس هو فيروس متجدد واحد متحور. الحاجه الثانيه ما كل مصاب بالكورونا يعني ايجابي الفحص المعملي بتظهر عليه اعراض حاده. يعني ممكن تكون انت حامل للمرض وبتنشر فيه وانت ما حاسس باعراض، وممكن تكون حاسس باعراض شديده وتكون ايجابي برضه بالفحص المعملي. فالفحص المعملي ايجابيه الفحص المعملي ما بتعني انه لازم المريض يكون عنده اعراض حاده، ما بتعني انه المريض لازم يدخل في مضاعفات، ما بتعني 80% او اكثر من 80% من المصابين بالكورونا ايجابيه الفحص المعملي بيكون اساسا الاعراض بتاعتهم طفيفه او تمر زي مرور النزله العاديه. قليل من الاعداد الايجابيه الفحص المعملي بتتعرض ل يعني اعراض حاده وبتدخل في مضاعفات. طيب بشكرك جدا دكتور محمد صديق استشاري انف واذن وحنجره، ووضح لنا كثير من الخلطة ممكن يحصل ما بين الالتهاب العادي وما بين الكورونا وما بين في فيروسات أخرى هي ولا التهاب عادي ولا هو ولا هي الكورونا. يعني كل الناس يمكن أو أغلبية الناس سمعوا بالالتهاب كان نهاية العام الماضي ومروا به، زي ما سمعنا من دكتور محمد صديق فهو بوضح لنا أنه هي ما الكورونا ولكن واحد من الفيروسات الأخرى، لأنه فعلا ما كان التهاب هو عادي. بعد كده بيعتمد على مناعة الجسم وعلى تقوية الشخص نفسه على تغذيته على أسلوب حياته على العمر وعلى كثير من الأشياء هي بتتحكم بعد كده في أنه الإصابة تكون مباشرة وكبيرة وتتعب الشخص ولا تكون هي أعراض خفيفة ما ظاهرة بشكل واضح وتختفي مع مرور الزمن. الأعداد الكبيرة بدأت تظهر للأسف الولايات أيضا أصبح فيها قفزة كبيرة في الأرقام، يعني الخرطوم لوحدها الحالات فيها أيضا يعني عالية جدا. الولايات كانت الأرقام فيها بعيدة لحد ما لحد زمن قريب، ولكن أصبحت دخلت يعني في التعداد عندنا برضو والأرقام الكبيرة الحاصلة. يعني ولاية الخرطوم لوحدها 2109 دي فقط في ولاية الخرطوم. الجزيرة بنلقى 140، الجزيرة 140 حالة، شمال كردفان 88 حالة، القضارف 77 حالة، سنار 60. الأرقام دي كبيرة بالنسبة لأنه قبل أسبوع أسبوعين. جنوب دارفور 24، كسلة 17، غرب دارفور 14، شمال دارفور 12، نهر النيل 10، الشمالية 8، النيل الأبيض 8، شرق دارفور 6 وغرب كردفان 6، النيل الأزرق 4، البحر الأحمر 3 وجنوب كردفان 3، وسط دارفور 2. أرقام كبيرة جدا عندنا زي ما تابعناها في الجزيرة وفي شمال كردفان القضارف وسنار. محتاجين لاحتياطات أكبر ومحتاجين لإجراءات من الجهات المسؤولة بشكل يعني في
في عقوبات يعني يفضل انه للبقية عشان يكون في ضبط في الحركة. حنتقل دكتورة إسراء عز الدين شبيكة أخصائي اجتماعي، حنتكلم عن العلاقات الاجتماعية اللي هي ساعدت بشكل واضح جدا وكبير جدا في زيادة الحالات بشكل الظاهر ده. دكتورة إسراء كيفك؟ عليكم السلام يا رشا، يسعد نهارك ونهار كل المشاهدين عبر شاشة الشروق. مرحب بك يا دكتورة. الأرقام مما بدينا البرنامج خليك في البيت في بداية رمضان، الأرقام بسيطة جدا ما عندها علاقة بالأرقام اللي احنا وصلنا لها الآن. حتى الولايات ما كان بتجي سيرتها في الكورونا، شوية شوية دخلت بعض الولايات لحد ما وصلنا لكل الولايات وصلتها الكورونا، وللأسف الآن الأرقام نفسها كبرت. ده عنده علاقة مباشرة تخيلي في الحنين اللي عندنا والعلاقات الاجتماعية الطيبة جدا اللي عندنا، ولازم في رمضان تلقي الناس تتواصل وتسلم على بعض وتقول لك أنا طولت من فلان وأنا طولت من فلان، يتواصلوا ويسلموا على بعض وينقلوا الكورونا لهم وللأسر الأخرى. فياريت أدينا حديث عن الجزئية دي. حقيقي يا رشا تقريبا كل الكلام اللي انت قلتيه هو ده تقريبا يعني قلب الواقع، والكلام ده متمحور في ثلاثه اجزاء رئيسيه. الجزء الاول زي ما قلت لك، نحن كسودانيين معروفين بعلاقاتنا الاسريه، العلاقات دائما بتكون حميمه وقريبه جدا من بعض، يعني حتى ما ضروري الناس الاهل، حتى المعارف الجيران والاصدقاء، نحن دائما بنعيش في طور الجماعه وفي قالب الجميع عموما. المشكلة الثانية اللي قاعدين نعاني منها حاليا اللي هو مفهوم المرض نفسه، يعني الناس لحد دلوقتي ما قدرت تعرف خطورة المرض وصعوبة المرض وسرعة انتشاره، يعني لسه ما زالت التوعية موجودة والناس عارفة المعلومات، لكن كونك تكون عارف حاجة شيء وكونك أنت تطبق الحاجة في حياتك ده موضوع ثاني. صحيح. المشكلة الثالثة الحقيقية أنه أي شخص بيفترض نفسه أنه ما عنده ما مصاب بالمرض ويبدأ بيعيش حياته تلقائيا حتى مع ناس البيت، ممكن ما يغسل ايدينه اثناء اليوم زي ما قلت، ممكن يلاقي اي زول يصافح يسلم، بعد فتره يكتشف ان الشخص كان عنده. نحن الناس تكلمت كثير عن فتره حضانه المرض وكيفيه انتقاله، ممكن الشخص ايام طويله جدا ما يكون حاسس باي حاجه ويكون هو حامل للفيروس، وفي نفس الوقت ما تظهر عليه اي اعراض مباشره، وينتقل في الفتره دي بينتقل من شخص لشخص وينسى سليم وما في حاجه، بكره بيتصاب عشان الناس بتبدا اين لقيته والله ياي سلمت عليه وقبل اسبوع كنت معاه، فبيبدا فدي كلها نحن يعني احنا يا رشا دي كله الكلام ده يعني من البدايه الناس زي ما قلت لما كانت حاله وحالتين وفتره طويله في ثبات في عدد بسيط جدا من الحالات. والناس كانت بتتكلم ان الاسبوع ده اسبوع مختلف تماما، يعني الناس مضطره تعمل حسابها شديد، وما زالت يعني انا لظروف بعد عمل الان في مكان انا الشارع هذا شفته تقريبا مقتصر، يعني الشارع ما فاضي زي الايام اللي فاتت. مع انه الساعه 1 انتهت، يعني حتى الناس ما ملتزمه بفكره انه الساعه انا مركت من البيت 1 وربع تقريبا، 1:30 من البيت، الان انا دخلت بشوارع رئيسيه كبيره، ففي في في حركه في حركه يعني في الشارع اقل اكثر من الايام اللي فاتت. خليك بالبيت، الفتره الاولى كان وجود الناس في البيت منتجرين منه صعب، الان لو لاحظنا انه الناس بدات تتكيف مع موضوع انه يكونوا في البيت وبدوا ناس كثير تكتشف انه الموضوع ده ممتع، يعني الموضوع ده ما مشكله، يعني ما حد في انفرادي ولا حد جمعي ولا قعدك مع ناس البيت عباره عن عقوبه. فالناس بدات تكتشف انه الموضوع ده كده، لكن ما زلنا نحن بنعاني من فئه الشباب تحديدا. ايوه يعني من فئه الشباب في التجمعات قدام البيوت، الطلعات اللي بلا سبب، طريقه التسوق زادت كويس، الزيارات، يعني زي يزور عنده تصريح يفترض انه ممكن يزور خالته وعمته وحبوبته الى اخره. انا الان في المستشفى فانا ممكن عادي انا مفترض اكون حريصه انه انا ما امشي لاي زول. يعني انت حاليا في المستشفى يا دكتوره؟ ان شاء الله ان شاء الله تكوني لابسه كمامه وتكوني لابسه جوانتيات او شايله المعقم معك في الشنطه. كمامه ولابسه جوانتيات وشايله معقم وحتى في عربيتين دي معقم وعندي الشنطه معقم وبغسل يديني كل فتره. طيب انت عارفه ما قاعد امشي لاي زول، حتى الناس اللي قريبين مني انا ما قاعد امشي لهم. الحاجه اللي بتخلي ايوه الحاجه بتخلي انه في استغراب من الحركه الكبيره جدا في الشارع، انه اصلا الاسواق مقفوله هي على حد علمي، يعني اللي انا شايفاهم الشركات البنوك الغير من الجهات اللي فيها ممكن عمل مقفوله، يبقى معناه متحركين هم ماشيين لزيارات، ما عندها تفسير غير كده، لانه حتى البقالات وغير من المحلات بتقفل الساعه 1.
مفترض كده انها تكفي لساعة واحدة. حتى الحركة ذاتها يا رشا، حتى لو افترضنا في حاجات بتمرق الناس، لكن حاجات ممكن تكون واهية وبسيطة، حاجات ممكن تنتظر شهر عشان انت تعمليها يعني. يعني انا ممكن عندي كل حاجة في عربيتي، انا ما بقعد يعني شهر سنة عربيتي اصلا ما ماشي بها حتة يعني. خلينا اطلعها بعد شهر الظروف تبقى غير، لانه انا ممكن امشي احتك لي بيت ولا اجيب لي مرض عادي ناس البيت. صحيح. كلهم. صحيح. في البيت ممكن عادي الجيران، والجيران ممكن عادي اللي بعديهم. انا بتكلم عن سرعة انتشار المرض وخطورة انتقاله. النقطتين دي لو الناس بتستوعبوهم تماما تجيني رجاء اقدر اطلع من البيت. خطورة انتقاله وسرعة انتشاره، المسألتين دي يعني في ده اللي وصلنا هسي. احنا قريب داخلين على 3000 يعني شويه كده وحندخل على لا قدر الله. فدي مساله خطر جدا، والارقام يعني حاليا في مدن انا حاليا عندي تواصل في مدينه الدوين، في مدن ما دخلت نهائي الان، من مناطق ثانيه جات دخلتها الان في حلقات السباح في مستشفى الدوين بتاعت كورونا، لانه نفسها ما فيها. ايوه، لانه العربات الصغيره بتشتغل يعني بالدسك ده من الجهات المسؤوله وبتنقل في الركاب، والراكب عشان يصل المكان ماشيين ممكن يدفع له 5000 6000 عشان يصل البلد الفلاني. في الاخير كنا طلعوا وتحركوا من الخرطوم في خلال الثلاث اسابيع الفاتت، هم نقلوا الكورونا لكل ولايات السودان. عشان كده احنا محتاجين نناشد كل المسؤولين بقرارات حاسمه جدا، حتى التصاديق المفترض انها ما في تصديق يطلع برا البلد نهائي، حتى مهما يكون التفاصيل يعني محتاجين بالجد. احنا محتاجين قانون حاسم في الفترة، بالذات الفترة دي والناس داخلة على عيد، وكل الناس نفسها زي ما قلنا الجانب الجمعي والإحساس الجمعي والإحساس العاطفي اللي احنا دائما عايشين فيه، ودي كانت حاجة جميلة جدا وبتميز احنا كسودانيين، لكن في الظروف اللي احنا فيها خصما علينا الناس كلها يا رشا هسه بتأمل انها كانت تمشي تعيد برا في ولايات، أغلبية الخرطوم الناس عايزة تطلع تمشي الولايات، حتى اللي الناس اللي ما متعودة انها تمشي وعندها ناس عايزة تمشي لهم بحكم انه الناس يكونوا في لمة وفي جمع وفي تغيير وإلى آخره. نحن مقدرين تماما انه دي احساسنا كلنا نفسنا نحن نتلمى على اهلنا ونكون جزء من اللمه والفرحه والسعاده في ايام مباركه زي دي، لكن يا جماعه الكلام ده موت، يعني الكلام ده ما فرح، الكلام ده موت. فهسه احنا محتاجين نناشد كل المسؤولين، وانا من هنا بضم صوتي بقول يا جماعه اي مسؤول يعني يكون في قوانين حاسمه جدا في الفتره الجايه، وما يحصل اي تسرب من الخرطوم، ما يحصل اي سفر عبر الولايات، تكون نقاط الارتكاز في كل الطرق تكون شكلها مختلف تماما من اليوم الى تنتهي الفتره اللي هسه موجوده. ويعني كان يا رشا الناس كان متامل الليله الوضع يكون غير والحظر يتفك، لكن بحسابات المنطق حتى لو ما كانت في قرار الحظر انا شخصيا بقول يعني حاكون موافقه انه ما يكون في حظر، يعني لانه احنا ارقامنا بقت خرافيه ودي كنا بنسمع بيها، احنا كنا مبسوطين بحالنا في البلد. فيا جماعه نحن وسط اهلنا وسط شبابنا وسط لمتنا بتهمنا العافيه. والزول ما بيرضى في زوله لو كان زي ما بقولوا شكل دبوس. واحنا كلنا بتهمنا انه الناس تبقى كويسه وما نفقد زول عزيز علينا، فبالتالي بنتمنى انه الناس تكون واعيه تماما للنقطه دي، واذا بتحب اهلك صحيح، بتحب اصحابك صحيح، جيرانك، بتحب كل الناس اللي حولك، خليك في البيت وخليك ملتزم بكل الارشادات. الوضع بقى صعب، الوضع بقى خطير، ومحتاجين احنا نكون اكثر يعني حذر واكثر فهم ودرايه ووعي. نعم، بشكر جدا دكتورة اسراء عز الدين شبيك اخصائي اجتماعي، وديتنا معلومات مهمه، وده الواقع ان احنا عايشينه، دي الاخطار بنقوم بها بكل طيبه وبكل ترابط وكل تكافل موجود عندنا في السودان، ولكن ضرره كبير جدا، وصلنا لرقم 300 في اليوم الواحد. يعني زي ما قالت المفروض حتى لو الحظر ده قالوا يا جماعه الحظر ده فكينا خلاص الناس تطلع، الناس هي المفروض ما تطلع، الارقام دي كبيره، وفقدنا 105 حاله من المصابين، نحن فقدناهم، الرقم كبير والاعداد كبيره، ولازم نحن نكون حريصين على نفسنا اكثر حاجه. خليك في البيت، حنطلع فاصل، انتظرونا من بعده. اهلا من جديد مشاهدينا في كل مكان، خليك في البيت، متواصلين معاكم في الجزئيه الاولى. كان عندنا حديث عن العدد او الرقم الجديد اللي ظهر في وزاره الصحه بالامس، اللي هو كان تقرير ليوم السبت، وظهرت فيه 200 او 302 حاله
منهم 3 وفيات و25 حالة شفاء من حالات سابقة. وكان عندنا حديث أيضا طيب مع دكتور محمد صديق استشاري أنف وأذن وحنجرة، تحدث لنا عن الفرق ما بين الالتهاب العادي وما بين الإصابة بفيروس عفوا الكورونا. كيف نحن نقدر نفرق بيناتهم، كيفية الوقاية، كيف الطريقة والأسلوب للحياة، إنه يكون في تباعد اجتماعي بقدر الإمكان. في فيروسات أخرى ممكن تصيب الفرد، لا بتكون هي النزلة العادية ولا هي الكورونا، برضو عندها الاحتياطات اللازمة والوقاية منها. ممكن الكل يرجع يبحث وأيضا يفتش في إنه كيف مع ظروفه هو، مع عمره، مع كل المعطيات المحيطة به، ويقدر يقي نفسه من الإصابة بهذه الفيروسات أو الأمراض. أيضا دكتور إسراء عز الدين شبيكة أخصائي اجتماعي، حديث أيضا طيب عن نقاط مهمة جدا، منها الترابط الاجتماعي الكبير بيننا نحن كشعب سوداني. وهذا بخلينا طول الوقت عايزين نسأل من بعض ونبحث عن بعض ونفتش ونسلم، وده ساعد في انتشار المرض بشكل كمان واضح. في البعض ما بيعرف حاجة عن الكورونا أصلا، وحتى بعد ما يعرف هو ما مؤمن بها، ما عارف هو بيكون محتاج لشنو عشان يتأكد أكثر. يعني لو شاف أي واحدة من القنوات العالمية برا حيشوف الأرقام الكبيرة جدا للإصابة بالكورونا في اليوم الواحد لدول هي كبرى. إذا تكلمنا عن فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، أمريكا، ومن قبلهم الصين، فالإصابة ممكن في اليوم الواحد تكون بالآلاف. نحن لحد قريب ده كنا بالعشرينات والثلاثينات، وصلنا لمية حالة، طلع من المية ما قدرنا ننزل، ولنا يومين نحن في تلتميات. حمش الكنترول، أشوف مجهزين مادة ونرجع إن شاء الله نعلق عليها. المحطة شفناها دي مهمة جدا، فعلا كلنا بنلبس الجوينتات وبنلبس الكمامات وبنجي نفتح الأبواب، ولكن الطريقة بتكون غلط. يعني الواحد مثلا ممكن يكون لابس جوينتي وكمامة واجي افتح الباب بيدي عادي، ولما اجي اطلع الجوينتي اطلعه بيدي بطريقة بنقل فيه الفيروس فعلا لجسمي بالطريقة دي. ولكن زي ما شفنا في الفيديو، انت بتطلع كده وبتقلبه، في الأخير طبعا انت حتستغنى عنه، حترميه مباشرة. فتح الأبواب، الناس تحاول تقلل من فتحها بكف اليد، تفتح بالكم زي ما نحن شايفين حاليا في الشاشة. مهمة جدا النقطة دي. في الأخير انت لبسك ما هتطلعه وحتغيره وحيتغسل، ولكن اليد ممكن أول ما تفتح الباب بيدك وتدخل، انت ممكن يدك تلامس وشك، كده انت نقلت لنفسك المرض. المعقم برضو، الناس ممكن تلقى المعقم تكبه وخلاص كده، بالنسبة لأنه ده معقم، اسم معقم، ولكن زي ما نحن شايفين لازم توزع المعقم لكل كف، لأنه الأصابع وما بين الأصابع الفيروس ده ما حاجة صغيرة جدا ما بتشاف، ممكن يكون موجود في أي مكان. العطس برضو مهم جدا يكون فيكم. نقطة الجوانتي مهمة لأنه زي ما شايفين، لأنه اليد الأولى فيها جوانتي واليد الثانية ما فيها. الكمامة نفس الحكاية، انت تشيله كده انت خلاص شلت الفيروس اللي نقلته من برا على اساس تحمي بيه نفسك، شلته كده معناه نقلته في يدك، ولكن بتشيله من الخلف وبترميه مباشره، بتستغنى عنه. الفيديو زي ما شفناه اجنبي، لانه الدول اللي قدامنا هي سبقتنا في الاصابه بالمرض، يعني من نهايه العام الماضي وفيروس الكورونا هو في الصين وانتشر للدول القريبه منها. وصلنا احنا بعد شهور لسه، يعني لحد قريب ده ما كان في استيعاب كامل الفكرة والمشكلة والخطر والطريقة والوقاية. الناس ممكن تهبش بأي طريقة، حتى الصيدليات، في بعض الصيدليات ممكن تدخل عادي، انت تصل قدام الصيدلي والصيدلاني فتجيب تتكلم معه عادي. انا كشخص جيت اخذ لي مثلا دواء، ممكن المس القزاز اللي قدامه، بيجي بعدين بيلمس القزاز، بيجي بعده بيلمس القزاز، فالمكان ده خطر جدا. اليوم واحده من الصيدليات لقيتهم عاملين خطوه مهمه،
يعني من المكان المفروض انا اصل واتعامل مع الطبيب الصيدلاني، ففي هم يعني زي سير كده او خط فاصل عاملينه، فانا بجيف على بعد متر او مترين، في الاخير المعلومه بتصل وانا بقدر اتناول الكيس اللي فيه الادويه. طبعا هم لابسين كمان الزي كامل من كمامات وجوانتات، لكن فكره يعني يا ريت كل الصيدلات تنتبه للنقطه دي، بيحموا هم نفسهم وبيحموا غيرهم، لانه انا ممكن يجي شخص هو ما مصاب ويجي يخط يده في الصيدليه في اي مكان اللي هي عليها الرجل كثيره، يعني على حركه كثيره جدا الصيدليات عموما. انا بقوم باخذ الفيروس معي وبطلع به، وبدل ما انا اكون اخذت علاج انا بكون اخذت المرض وطلعت به من الصيدليه. فممكن بعض الافراد ما ينتبهوا للمشكله دي، فبشوف انه والله ممكن اطلع العربيه عقم، ممكن اذا لحق نفسه قبل ما يده هي تلامس وشه ممكن يلحق فعلا انه يقتل الفيروس وما ينتشر له او ما يوصله حتى البيت وهو شايله معه. محتاجين نجي في تفاصيل كثيره في الحياه، الدكان في الحله اللي بتاخده منه اذا كان مفتوح في زمن الحظر او في غيره من الازمان، يكون في حساب اكثر من كده لانه الارقام كبيره. هنشوف ارشادات مجهزينها لنا في الكنترول نجي نعلق عليها. ابن الطالب، ابنتي الطالبه، احفظ نفسك لتامين اسرتك. ما عندي كورونا، خليك في البيت. مع تحيات الاعلام التربوي، وزاره التربيه والتعليم الاتحاديه. شكرا للاعلام التربوي ووزاره التربيه والتعليم، فعلا الشريحه دي مهمه جدا انه تصل التوعيه، ويا ريت لقدام كمان يكون في اشكال دراميه جميلة جدا توصل لهم المفهوم. هم تقريبا الأطفال كلهم استوعبوا شنو هي الكورونا والمشكلة شنو والمرض يعني على قدر عمرهم وفهمهم، لكن شريحة مهمة جدا وحقيقة يعني مغلوبين على أمرهم لأنهم ما عندهم خيار أصلا غير أنهم يكونوا هم موجودين في البيت. دي حياة غير الحياة كانوا عايشينها يعني على قدر سنوات عمرهم الصغيرة، يعني لو عمره 8 سنين 9 سنين عاش سنوات مختلفة، والآن ده عام مختلف، عيد مختلف، ورمضان مختلف، وحياة مختلفة، وما معروف المصير لقدام حيكون شنو، ما معروف يعني حتى المدارس ليهم ممكن يكون الوضع كيف، ما في شخص بيقدر هو يحدد أو يتنبأ. ولكن نحن نحاول بقدر الإمكان نعمل العلينا، نعمل العلينا، نشعر بشوية من المسؤولية بدون ما جهات مسؤولة هي ترغمك علينك تكون أنت موجود في البيت، مفروض من نفسك. حتى لو قالوا لنا الحظر ده تفك بكره، يعني بعد الارقام اللي احنا سامعينها دي في اليوم الواحد 300 حاله، المفروض الناس من نفسها تقلل بقدر الامكان، يعني تخلي الناس شويه تعودت علينا تكون موجوده في البيت، دل للناس الملتزمين اصلا. ولكن في البعض الاخر هو ما ملتزم تماما، انا ما عارفه هي ممكن تكون لا مبالاه ولا هو عدم اعتراف بوجود المرض اصلا. ما معترفين بالمرض، انا بقول لهم جوله صغيره جدا على واحدة من الإذاعات إذا كان في رادي جنبك العالمية عشان تسمع الأرقام، أو واحدة من القنوات العالمية أيضا عشان أنت تسمع الأرقام الموجودة في الدول وتشوف عدد الإصابات في كل العالم. وأصلا ما في حديث يعني في الأخبار العالمية غير موضوع الكورونا، ما في موضوع غيره، فالناس ممكن يعني تنفتح شوية من الانغلاق وبتلقى أنه فعلا الموضوع فعلا خطير محتاج لاهتمام أكبر من كده من الأفراد عموما. محتاجين ان نوقف اللامبالاة ونشعر بشوية من المسؤولية تجاه نفسنا وتجاه ايضا اسرنا. اصحاب المهن عندهم اعمال كانت يومية محتاجين انه شخص اخر انت جارك قريبك انت تنتبه له في انه هو فقد مصدر عمله، يعني ممكن انت كموظف، حتى الموظفين الموجودين في البيوت وكثير من المؤسسات او اغلبها اذا ما كلها ممكن تدي الموظف ده مرتبه باعتبار انه ما في يده حاجة، ولكن اصحاب المهن الهامشية ونقدر نقول على اليومية محتاجين ل محتاجين اكتر انه نقيف معهم. يا جماعة عندك اكل تقسم جزء من البيت، جزء ممكن تديه بتقدر عليه وانت، لكن لازم نهتم بالشريحة دي يا جماعة اهتمام واضح. حنتجه للرياضة ونشوف التعايش الأصبح مع الوضع الحاصل واستمرار الرياضة إذا كان عالميا، أو نشوف الوضع كمان محليا. أستاذ ناصر بابكر صحفي رياضي
مرحب بك استاذ ناصر. مرحب بك استاذ رشا، ومرحب بكل مشاهدي قناه الشروق، وكل عام والجميع بألف خير. انت بألف خير ان شاء الله. استاذ ناصر، عالميا يعني كان في حديث واتصالات الايام السابقه عن الرياضه وعن استعاده كثير من الدوريات والتعايش عموما مع المرض وفكره وجود المرض واحتياطات كبيره جدا على مستوى اللاعبين وداخل المستطيل الاخضر، كثير من القوانين ايضا الصارمه جدا اللي هي خطوه لاستمرار الدوريات عموما او عودتها، وفي نفس الوقت هو محاوله للسيطره على مرض الكورونا في انه ما يصيب اي واحد من اللعيبه. يا ريت لو حدثنا بشكل اشمل اذا في اي مستجدات في الجزئيه دي. طيب، يمكن بالنسبه لما يحدث في الرياضه عالميا في ظل جائحه كورونا، يمكن الالمان كانوا محط انظار العالم امس الاول السبت. العالم كله كان امام الشاشات بتابع عوده الدوري الالماني. أدت العالم كله امل كبير، يعني الناس كلها كانت مترقبه انه كره القدم في العالم بعد توقف طويل جدا انه اول نشاط رياضي يعود عاد من المانيا. لكن وفقا لبروتوكول صحية صارمه جدا، يعني الدوله وضعت بروتوكولات ملزمه لرابطه الانديه المحترفه والاتحاد الالماني. تم يعني اخطار كل الانديه بالبروتوكول للالتزام به، ويمكن كان في حدث طريف في مدرب بتاع نادي اوغسبورغ. حتى يعني من واحده من البروتوكولات اللي وضعت انه اي لاعب لازم يكون في غرفه براو في الفنادق اللي بتقيم فيها الانديه. فمدرب نادي اوغسبورغ غادر غرفته لمكان قريب جدا من الفندق اللي هو سوبر ماركت لشراء فرشات اسنان. رصدته الكاميرات، وطوالي اتخذ قرار بحرمانه من الاشراف على فريقه في مباراه السبت. منع من الاشراف على فريقه لانه كسر البروتوكول الموضوع. حتى في التدريبات، في المباريات ممنوع التلامس، حتى في الاحتفال بالاهداف. شفنا شكل احتفالات جديد على كره القدم، ما في تلامس بين اللاعبين. الاحتفال يتم عن طريق التباعد الاجتماعي. يمكن الالتزام كان كبير جدا، يعني الجوله الاولى لعبت كان نسبه الالتزام الليل انا قريت التقييم بتاع الاتحاد الالماني 95%، في حالتين بس بتاع التجاوز حصلت في مباراتين، اللي في واحده كان في احتفال بهدف حصل عناق بين لاعبين وده ممنوع في البروتوكول الصحي. أيوة. لكن نسبه النجاح كانت كبيره شديد، وده ادى امل يعني لكل الدوريات الدائره ترجع. يمكن في دول الغت زي بلجيكا زي فرنسا زي هولندا، لكن الدول اللي بتتاهب للعوده زي اسبانيا وانجلترا، يمكن الحاجه اللي حصلت في المانيا ادتهم امل كبير. وفي دول كثيره بدات تاخذ التجربه الالمانيه، لكن طبعا هي المساله بتحتاج قدر كبير جدا من الالتزام ومن الوعي. لانه حتى البروتوكولات وضعت لسلامه كل عناصر اللعبه. العالم بدا يتجه للتعايش مع وباء كورونا، يعني انه يبقى مرض عادي زي اي مرض. صح الفتره الاولى الناس لازم تكون حذره جدا، لكن الناس دارت ترجع الحياه، يعني تدي امل انه الحياه الناس ممكن تتعايش مع المرض ده زي امراض كثيره الناس بعد العالم بعد فتره قدر يتعايش معاه وقدر يتجاوزها. فالحاجه اللي حصلت في المانيا يمكن كانت جرعه امل كبيره للعالم. هنا في السودان يمكن ما زال الوضع مجهول. طيب قبل السودان استاذ ناصر، يعني الاتحاد الافريقي عموما هو في اتجاه لانه يلغي كل الدوريات المحليه، فعايز اعرف وضع السودان كبقيه الدول ما بين معارض وما بين مؤيد للقرار. طبعا الاتحاد الافريقي هو خاطب كان ال 54 اتحاد ليختاروا برؤيتهم، يعني الاتحاد ما بيقدر هو ككاف يلغي كل المنافسات الوطنيه، بيدي الصلاحيه دي للاتحادات اللي هو الفيفا ذاته، بيدي الصلاحيه للاتحادات الوطنيه انها تغير الموقف حسب وضع الدوله. ففي دول في افريقيا بدات فعلا اعلنت العوده خلال شهر يونيو انها حتستانف دورياتها. في دول قبل يومين يمكن طلع كلام انه مصر الغت الموسم الرياضي، لكن طلع وزير الشباب والرياضه المصري عم يتكلم انه ما صدر قرار رسمي بالالغاء، هي ما زال الامر في طور المشاورات، ورجع للجنه اداره الازمات في مجلس الوزراء لمناقشه امر الموسم الرياضي. فاي دوله هي اللي بتقرر. في السودان امس انا تكلمت مع رئيس المسابقات في الاتحاد السوداني اللي هو الفاتح باني،
عن الوضع، خصوصا بعد تقديم لجنه الطوارئ الصحيه لتوصيه للجنه الامن والدفاع بتمديد الحظر لاسبوعين. فكلام الفاتح بانه انه الان استكمال الموسم بقى شبه مستحيل، لان الموسم بينتهي يوم 15/6، بينتهي يوم 15 يونيو، فاستكماله الان بقى شبه مستحيل. لكن هم حينتظروا يعني لحد ما يجي ضوء اخضر من لجنه الطوارئ الصحيه باستئناف النشاط او عوده الحياه في السودان، هم بعد ذلك بيخاطبوا مجلس الاداره والجمعيه العموميه، بيرفعوا لهم الامر انه اذا الموسم، اذا دارين يقرروا انه الموسم مستكمل، لازم يصدر قرار بيصدر من مجلس الاداره او الجمعيه العموميه انه يتم تمديد الموسم لشهر او لشهرين على حسب الفتره المحتاجين ليه، عشان الموسم اللي بيتغرر لجنه المسابقات انه مثلا محتاجين شهرين عشان الموسم يستكمل. بيرفعوا الامر الى مجلس الاداره والجمعيه العموميه، هم اللي بيملكوا القرار ده، قرار التمديد بتاع الموسم او الغائه. فبيجتمعوا وبيتخذوا واحد من القرارين، يا اما الموسم يستكمل، يا اما يتم الغائه ووضع تدابير للموسم الجديد. طبعا في السودان يعني يعني شبه قناعه الان في وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتضم مجموعات كبيره من الاداريين والمدربين انه الموسم حيتم الغائه، لانه انت العوده بعد ازمه جائحه كورونا وتوقف طويل محتاجه برضه تدابير صحيه. في السودان هنا المساله صعبه جدا، يعني مثلا زي تابعنا في المانيا الانديه ملزمه اسبوعيا تقضي كل اللاعبين لصعب. هنا في السودان المساله دي على الانديه صعبه جدا، غير انه الوباء منتشر بشكل كبير جدا في الخرطوم، ودوري ممتاز معروف انه دوري جامع كل الولايات وعدد الانديه الاكبر من الخرطوم، وفي السفر وكذا برضه حتكون دي مشكله، غير مساله الوعي والالتزام، لانه كان في تجربه قبل الحظر الكامل انه صدر قرار باقامه المباريات بدون جمهور، وما ما 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 تم تنفيذه بنجاح، يعني كان في تجاوزات كثيره جدا في مباريات الجمهور خشيه. ففي عوائق كثيره بتحول دون استكمال الموسم، حتى ولو كان في رغبه زي دي او كان في امكانيه انه يتم تمديده لشهرين، لكن حتكون خطر على مش على الرياضه بس او على الرياضيين، على السودان نفسه، لانه يعني مجتمع الرياضه مجتمع كبير، يعني اي نادي باللاعبين بالاجهزه الفنيه بالاجهزه الاداريه بالاعلام اللي قاعد يسمح له بتغطيه المباريات وبأسر ممكن يساهموا في انتشار المرض من جديد، فالخيار الاتجاه الماشي انه حيتم انتهاء المرض. يعني عالميا بتحس انه الالتزام بالقوانين دي ما حاجه صعبه، ولكن هنا صعب جدا تنفيذ كل القرارات دي. حتى لو اخذنا كل القوانين والقرارات دي والعقوبات عشان ننفذ، عندنا في السودان بتلقى انه صعب جدا التنفيذ. صحيح، لانه هناك اول حاجه المنظومه محترفه، يعني اللاعبين محترفين بحق وحقيقه، الاجهزه الفنيه الاداريه منظومه اتعودت على الاحتراف منذ الصغر، يعني عارفين، والقوانين بتطبق بطرامه، ما في مجامله، يعني ناس زي مشرف اللعيبه اللي مشى ياخذ الفرشه وبعد كده جاء تم استبعاده، ده لو عندنا في السودان يعني هنا يعني فورا تطبيق للقانون، تطبيق للنوائح. لا ده لو هنا انا بقول لك النقطه يا استاذ ناصر انه ممكن تدخل وساطات وفلان، وبالعكس الناس تقوم تتلاقى بعد كده، يعني المشكله بتبقى اكبر من كده. يعني صحيح ممكن يقول لهم مبرر عادي، يعني حتى اسي الاتحاد الالماني يدرس انه اللاعبين اللي احتفلوا عن طريق العناق ده يتم معاقبتهم، لانه كسروا البروتوكول الصحي. اي لاعب او اي اداري او اي مدرب يكسر البروتوكول الصحي بيتم طوالي فرض عقوبه صارمه عليه. غير كذا يعني درجه الالتزام اصلا بالقوانين وباللوائح، لانه الناس فاهمه انه القوانين واللوائح دي اي حاجه، حتى اللي بتحصل القوانين الاستثنائيه زي بروتوكولات التعامل مع جائحه كورونا هي لسلامه الناس، يعني هي اصلا وضعت لسلامه الناس، الناس واعيه بالكلام ده انه دي وضعت لسلامتهم، عشان كده حريصين على الالتزام بها. لكن في السودان مساله الوعي ومساله الالتزام ومساله انه التدريب ذاته والنظف، يعني المساله دي احنا بنفتقدها، ده عشان كده صعب جدا انه الدوري يرجع او النشاط الرياضي يرجع، لانه نسبة الالتزام بتكون ضعيفه، يعني احنا حتى قرار بس اللعب بدون جمهور قبل 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 ما حيحصل ما نجح، فشل يعني. الجماهير خشت، وكان في تجاوز يعني سواء من الاتحاد نفسه في المراقبه بتاعت تنفيذ القرار، الاجهزه الامنيه منوط بها انها تنفذ وسمحت للجماهير انها تخش، الجماهير ذات اللي قرار وضع لمصلحتها عشان ما تصاب بالوباء وبوباء كورونا، الجماهير ذاتها ما كانت حريصه، يعني كانت بالعكس بتمشي باعداد كبيره تحضر ترداد المباريات. انا بشكرك استاذ ناصر بابكر، بشكرك على المعلومات اللي اديتنا، لا بشكرك على انك ملتزم ايضا موجود في البيت، سمعنا صوت الطفلة الصغيرة، ويا ريت كلنا نكون بالالتزام اننا موجودين في البيت، الضرورة القصوى فقط هي بتخلينا نطلع فرد واحد
من البيت عشان حتى لو حصل وجات الكورونا نكون عارفين جات هي من وين ومدخلها كان لوين. الشخص الواحد اللي بنرسله ده بنوفر له الكمامات والجوانتات والمعقمات، واول ما يجي وعايز يغير ملابسه بيخليه يغيره في مكان لوحده عشان يكون في ضبط، لانه بيكون اكيد في احتياجات للاسره. ربنا يدي الصحه والسلامه للجميع ويمنع المرض، وان شاء الله يجي اليوم القريب جدا بيكون فيه ما في ولا حاله كورونا. لحد ما الاقيكم في امان الله وحفظه.